بونسوار اتوتي اتوس. الزول في اللون نيت ميسما الزول مقران ان شاء الله هاتي لي ملاباس. الور دونك بور سيت جورني دو فوندردي 17 ديسمبر 2021، الي اكزاكتومون 18h25. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم رحتوا وصليتوا الجمعه ودعيتوا لنا معاكم كما دعينا لكم حنايا ثاني. الناس اللي راحت اليوم تصلي الجمعة إن شاء الله يكونوا دعاوا لخوتنا المسيحيين وخوتنا اليهود وخوتنا اللي عندهم ديانات أخرى. إن شاء الله تكونوا كاملين دعيتوا لهم بالخير، حتى الناس اللي ما يمنوش إن شاء الله راكم كنتوا دعيتوا لهم، ربي إن شاء الله يهديهم وإن شاء الله ربي يسلكوا حالهم إن شاء الله كاملين. هكذا نعيشوا كامل في هذا كما قال واحد فيها الموند هذا، رانا كل خوا ما فيها، لا هذا قبيلي لا هذا شاوي لا هذا عربي لا هذا قاوري لا هذا يهودي، رانا كامل 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 خوا. دونك اليوم لحوا عليا بزاف الناس وقالوا لي تكلمنا على الامهات العازبات، وانا تكلمت باش خوتي هذو اللي بعثوا لي نقول لكم راني لبيت لكم الدعوه نتاعكم، خاطر انا ثاني شويه ميليتون تاع لا فام بصح راني تكلمت عليها عده مرات، وهاي ما منعنيش باش نزيدو نتكلموا فيها اليوم ونزيدو نتكلموا ثاني على الناس اللي لا غالب ربي ما كتب لهمش باش يجيبوا اولاد. هذ الناس هذو ان شاء الله ربي يهديهم ويروحوا ويشوفوا يجيبوا اولاد من لا بوبونيير، خطرش جيب طفل صغير بيبي تربيه، راهو عندك اجر عند رب العالمين. لاش انا ما نعرفش في كيف اسمه في الدين، ما نفتيش، مي انا واش يقول لي رايي نقول، انا واش يقول لي مخي نقول. انا نقول لكم الحق، لو كان جيت ما عنديش الاولاد باكزومبل، ولا اخويا ولا حبيبي ولا صاحبي واحد ما عندوش الاولاد، نقول له يا اخي راك تقدر يكون عندك اولاد انت وتفرح البيت نتاعك وتفرح المراه نتاعك، وتروح تجيبوا طفل من لا بوبونيير وين كنت، اذا كنت في الجزائر جيبوا من الجزائر، واذا كنت من المغرب جيبوا من المغرب، واذا كنت في فرنسا جيبوا من فرنسا وربيه. اسمحوا لي نزيد نعاود كما واش قلت قبيلت. الوغ الناس اللي كما قلت لكم اللي الا غالب ربي ولا ما كتبش باش يكون الاولاد في عند الناس هذو، من حقهم يروحوا يجيبوا لا بوبونيير يديروا، شفتوا الناس اللي يخدموا، الناس اللي لا غالب واحد كي ما يخدمش وما عندوش من يربي طفل ولا ما عندوش، لازمو يشوف كيما يلقى خدمه كيما قال الانسان، ولا مرته تلقى خدمه ولا منا، ومن بعد سهل يدير دوموند يحطها في لاداس وي كيما قال واحد يروح يجيب طفل من ولا طفله من كيما يحب هو ولا كيما تحب مرتو ويربيها. كي يربيها راهي تسمى بنتو، كيفاش يحم والديكم واحد يجيب طفل صغير بيبي يحل عينيه يلقى بابا هذا ويلقى هذا الناس اللي رباوه يقول بابا هذا اللي جابو يقولوا بابا ويقول مو ماما والناس يقولوا لا لا وهذوك المشعوذين هذوك ولا يجوز وما نعرف، وداو يتفلسفوا علينا ولازم يكون ما على باليش به انايا
ما نعرف كيما يقولوا بالعربيه هذيك، والله ما على بالي كيما يقولوا، لازم يكونوا من صلاب ولا والله على بالي واش كيما يقولوا. ويا ولدي ما تسمعوش لهاد الناس هذو يا جماعه، انا نقول لكم انا ما تسمعوا لهمش، الناس هذو راهم شوفوا راهم يفتيوا عليكم الا بالفتوات نتاع هذه لو كان يلقاو هي ما نعرف واش يقول لكم. انتم بعد انتم بعد انتم بعد في روحكم يقول لكم انتم بعد راكم لا يجوز، انتم بعد هما يجوز عندهم الا الحوايج اللي ماهمش ملاح. انا نقول لكم الحق ما تسمعوا لهمش. ليطا انا نقول الدوله، الدوله لازم عليها، لازم عليها تعاود تشوف القوانين نتاع الامهات العازبات باش يقدروا يخليوهم يديروا تو دابور لولادهم. كي باكزومبل المراه تكون عندها طفل وباباه ما يحبش يستعرف به ولا اللي يسهل عليه يقول لك انا هذا مش ولدي، لازم تكون المراه عندها الحق باش تكتب الطفل باسمها. لازم نعاودوا القوانين. اليوم رانا في 2021 يا جماعه، كيفاش اما خير هكذا ولا ما خير؟ هاكم تشوفوا الشيء اللي راهو يصرى دركا، يطيشوا في الاولاد ياكلوا فيهم الكلاب، واحد يلقى طرف ساعات كيما قالوا يختار يفات ما نعرف كيفاش لقاو الطفل الصغير مسكين بيبي طيش كلاو الكلاب كلاو كيف اسمه رجليه وكلاو شو هذه. هذو مناكر اللي صاريه، هذه مناكر اللي صاريه. دونك للناس اللي يقولوا لي هاد الناس اللي يديروا كيما هكا راهم مجرمين، اكبر مجرمين هما الناس اللي ما حبوش يفهموا باللي المراه راهي عندها الحق تدير طفل شرعي ولا غير شرعي، ليجيتيم ولا با ليجيتيم هذه حاجه اخرى. مي الانسان يكون عنده طفل واللي يحب ما يستعرفش به الله يسهل عليه، ما يستعرفش به يا خويا تحطه عند في لا بوبونيير في لا داس، لا داس دير اونكيت كيما قال واحد. الناس يجيو يطلبوا الاولاد يديهم اذا المراه ما تحبوش، بصح المراه اذا تحبوا طفل تديه، والدوله دير لها كل شيء كوارت نتاعو باسم المراه، انت باسم المراه كيما يديروا الناس كل في العالم كل يديروا كيما، الا عند الناس اللي تبزنس بالاسلام هذا دايرين الاسلام باش يبزنسوا به ولا يجوز. ومن امراه تعيط يا خوتي يا اخي قلت لكم عليها، تعيط لواحد المشعوذ في التلفزيون تقول له راني جبت طفل صغير من لا بوبونيير وكبر عندي واليوم راهو في الكوليج الله يبارك، ومن هو يقول لها لا يحق لك تقعدي معاه لا يجوز هذا الطفل هذا ماهوش هو ابنك يا امراه. وهي تقول له يا ولدي كيفاه ماهوش ابني هذا تا، ويقول لي يا ماما راه يقول لا يقول باباه يا بابا كيفاش ماهوش ولدنا هذا. لا 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 لا, لا. شوفي نقول لك راه ماهوش ولدك، راه لازم يكون ولدك من صلبك وش يهلها ولا صلى صلابك ولا ما على باليش كيف يقولوا له. الناس هذو راهم شوفوا ما لو كان تبعوهم يا ناس راهم ناس ما يفهموا فيها والو. الناس هذو خطيوهم خليهم يهضروا واش يحبوا. شوفوا عندكم اجر، انا نقول لكم انا ما نعرفش الدين وخاطيني الدين، مي والله تنقذوا طفل صغير مسكين يطيش في لابوبونيير ولا طفله صغيره تطيش مسكينه في لابوبونيير وتنقذوها تديوها تربيوها وكما قال واحد وتقريوها. والله العظيم راه نقول لكم رب العالمين غدوه يعطيكم في يوم القيامه يعطيكم كما قال واحد الشيء اللي عمركم لا كنتوا، خاطر راكم انقذتوا طفل صغير وانقذتوا امراه وانقذتوا كيفاش؟ من تقولوا لي باللي ربي سبحانه عز وجل دخل كافره كافره، انا ما نقولش بلي عليها كافره انتوما تقولوا دخل كافره للجنه. علاش؟ باسكو منعت كلب ولا كلبه كانت عطشانه منعته من الموت. خليها طفل صغير، خليها امراه مسكينه، امراه غدوه مسكينه باش تعطيوا لها الطفل هذا تكتبوا باسمها وكما قال واحد وتروح تربيه. لا لا لازم المراه هذه واش تحبوا نديروا لها المراه هذه؟ نعلقوها في السماء ولا تحبون نهزوا الحجر ونفرخوها ولا كيفاش؟ هذه اسكو هكذا؟ هذا هو الدين تاعنا؟ هذا الدين يقول كيما هكا؟ جو نو بونس با، جو نو بونس با. انا نزيد نعاود ونزيد نقول للناس اللي ما عندكمش الاولاد ما تسمعوش للمشعوذين هذو، روحوا جيبوا الاولاد، روحوا جيبوا الاولاد وروحوا ربيهم، ديروا شي هو ديروا دي دوموند، لازمكم ديروا دي دوموند، لازم ديروا دي دوسيي. والناس اللي عندهم مشاكل مع لي داس يكتبوا لنا، الناس اللي عندهم مشاكل داروا دي دوسيي وما حبوا يعرقلوا فيهم كسوا بيروقراطيه ولا يحبوا يديوا عليهم الرشوه ولا ما على بالناش يكتبوا لنا، يكتبوا لنا في كيف اسمه في الميسنجر نتاعي في البريفي. قال ولدي ها واش عندي انايا وحنايا ندخلوا، حنايا ندخلوا. انا نقول للناس هذو اللي بلاشي قبل ما يفوت فيكم الحال كما يقول الانسان، الانسان اللي غالب عليه دواء ودار هو ومرته ما ربي ما كتب لهمش، ما تسناوش
ما تسناوش، عندكم حل. الناس راهم في الاوروب دركا راهم يروحوا يجيبوا الكلاب، والله يا ناس والله غير ما لقاوش الاولاد غير قاعدين يربيو في الكلاب. انا نقول لكم كنت خطره في الاوروب وشفت مراه والله غير الكلب اللي جابت قط وكلب والله غير يرقدوا معها في السرير، والله قوريه هاي يا سيدي، غير يرقدوا معها في السرير ويتهارشوا مع بعضاهم الكلب والقطه. وهي خطراش قلت لك انا ما عنديش الاولاد جبت هالكلاب هذو كيما قال واحد نعيش معاهم. حنا عندنا لي مويان باش دافوار عندنا لي زونفون في لا بوبونيير مساكن، اخرين خلاوهم حتى نكبروا، اخرين خلاوهم حتى نكبروا من الشارع للشارع. كي كبروا ولا قال لهم اختي انتم صايد ما عادش نجمو نحكموكم، وليتي ماجر الله يسهل عليك. كانوا اخرين راهم يطيشوا، ونقول لكم الحق هاد البنات مساكن هادو ولا الاولاد راهم يطيشوا في الزقاقات. هاد المسؤولين اللي ما حبوش يديروا القوانين يبدلوا القوانين، هالمسؤولين هادو هما اللي غالطين، وهما اللي غدوه الصباح انا نقول لكم قدام ربي سبحانه وعز وجل ما نعرف كيفاه يديروا، هما اللي داروا كيما هكا. واش تقولي انايا ماهوش ولدي؟ علاه ماهوش ولدي؟ كيفاش ماهوش ولدي؟ كيفاش ماهوش ولدي؟ يرحم والديكم. انت تحب امراه وتحب تتزوج بها، والمراه هذه عندها ولاد، ها تديها تقول لك يا خويا الشرط نتاعي هو تديني انا ولدي، ما كاش مشكل مادام تحبها تديها هي ولدها. وهذوك يسموا ولادك، يسموا ولادك ما ماش كنت هو باباهم، كي تربوا عندك وكيما قال واحد وانت عايش مع امهم، وكيما قال واحد مرتك تسمى. وين هو المشكل؟ وين هو المشكل؟ انا والله ماني شايف مشكل يا جماعه. هذو اللي يديروا يعقدوا في الامور هذه نتاع لازم يكون من صلابك ولا ما عرف واش هو ولا ما عرف واش هو، راهو غير حنايا اللي هذو الناس اللي تبزنس بالدين هما اللي يديروا في العراقيل، هما اللي يديروا في العراقيل. الاخرين في الاوروب ولا في الاوكسيدون جامي يلقاو هذه المشاكل هذو جامي. عاد دوكا لي زوروبيان يروحوا يجيبوا كي ما لقاوش الاولاد ولا عاد يروحوا من لافريك يشوفوا الاولاد مطيشين يجيبوهم ويكتبوهم باسمهم. الخطره اللي فاتت نشوف عليها طفل مسكين جابوه كبير وكي وصل للاج باش يدير الكوارت نتاعو، الكوارت نتاعو كانوا مترافيكين، صرات عليه فرنسا كامله كيما كان واحد مقلبه عليه حتى داروا له الكوارت وقعد مع باباه هذا اللي جابوه، هذا رباه هذا فرونسي هو. وهذه المراه هذه اللي منا داروا غراف دو لا فان، عرفوا شنو غراف دو لا فان؟ داروا غراف دو لا فان يا جماعه. ها راكم تقراو فيكم كل خطره تقراو واش راهو صاري. وحنايا اللي تروحوا لي بوبونيير معبيين اولاد وبنات كنز كنز، تروحوا تقريوهم وتربيهم ويعمروا عليكم الدار وكما قال واحد لا 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 يجوز لا يجوز. انتم تعرفوا غير لا يجوز ولا علاش؟ علاش الشيء اللي راكم ديروه كامل ما يصلحش كل يجوز؟ علاش؟ علاش هذا الشيء اللي ما نحبش نهضر برك، والله ما نحب نهضر. علاش الشيء اللي يديروه كله يجوز غير كي طال حاجه مليحه؟ لا يجوز. تعيد نوال؟ لا يجوز. تروح تشطح؟ لا يجوز. تروح مع باليش انايا تشرب ولا دير حاجه؟ لا يجوز. واش اللي يجوز عندكم؟ واش اللي يجوز؟ الذبيحه؟ الاغتصاب؟ ها؟ واش اللي يجوز عندكم؟ فهموني برك. كيفاش؟ تروح امراه مسكينه تحب طفل؟ ما على باليش تخرج معاه ولا ما على باليش يكون عندهم طفل. على الاقل ما زوجوش، ما داروش. نورمالمون كي عاد ربي على عطاهم الطفل يروحوا يسويوا وضعيتهم. يروحوا يدخلوا لامريكا لو دي احنا عندنا طفل كيما قال واحد نسويوا وضعيتنا وخلاص. باباه قال اخويا لا انا هالطفل هذا ما نستعرفش به. تديه بالذراع ولا نروحوا للعداله والعداله تحتم عليه باش ويزيد يسمى الطفله مسكينه الي بوني دو فوا. المراه الي بوني دو فوا، الي بوني لا بروميير فوا باسكو الطفل تمسخ بها ويقول لها نحبك ولعب بها، نهار تولد خاتينا. ومن بعد يحتموها عليه، وشفنا احنا الناس اخرين كيحتموها عليهم داوهم كراولهم مع الجيران بالعاني، دار مع الجيران باش كيفوت يمنع وخلاص ويدير العقد هذاك، ومن بعد يقول لها انت طالق كما يقولوا هما وخلاص ويمنع. اسكو هذه هذا حل؟ هذا حل؟ نورمالمون الراجل اللي ولا الطفل هذا اللي ما حبش يستعرف بولده لا اشترى ولده وما حبش يستعرف به، والله لا يديه. والله لو كان جات بنتي بالحرام لا يدي. يا سيدي نقول له عليه نحلوا الباب نقول له ديكاج، ما تستاهلش بنتي، ما تستاهل لا بنتي لا ولدها، روح تلعب على روحك. واش هو الدوله بقات فيها هذه المشكل اللي ما حبوش يعاودوا القوانين ويسمحوا للمراه
يا خويا المرأة ما حبتش الراجل دوكا تسالوا لها ديجا النساء دوكا ما حبوش الرجال واش يديروا بهم دوكا واش يديروا بهم دوكا انا شفت حتى انا في الاوكسيدون في الاوروب المرأة ما عادش دير ما عادش تحتاج الراجل ما عادش تحتاج دراع ولا ما حبش حبت تعيش واحد ما يديها خويا واحد ما يديها اصبر شويه واحد ما يديها صاحبي اصبر شويه والله عنده الحق والله يا خشتو والله ما قصت حاجه دونك والله ما عندي حتى واش نقول والله يا ناس يا خويا لا فام دونك تقول لك ما نتزوجش يا خويا ولا ما نحبش راح تجيب طفل تعيش معاه واش تسالوا لها انتوما ما تحبش تتزوج واش تعمل ما تحبش تدبروا عليها تسالوها تحب تقعد وحدها ما تسالوهاش ما تسالوهاش والناس اللي يقولوا اقوى والمجتمع انتم اللي هلكتوا المجتمع بهذه القوانين تاعكم انتم اللي هلكتوا المجتمع هذا كيف تحتم على المراه الراجل يقولوا انا خاطي وما نحبهاش ومنها وما يحتموها عليها تديها ما نديروا لي مونوت خير وهي نديروها لي مونوت ونديوها خير ومن بعد هيا نروحوا للعداله والعداله هيا تدي المراه تنديها هيا خلاص معليش نديها يروح هو واش يدير هو على باله ما يحبهاش ومتهمها باللي راهي ماهوش ولد ولده ويجيو يحتموها عليه هو واش يدير يقول لك يا خلاص سهل شوفوا جماعة لابوكا نتاعو يقول له قبل ومن بعد اقعد معها شهر ولا شهرين وبعد طلقها في لامان في لامان وعلاش هذا المنكر هذا بوركوا بوركوا فاتكم سا ديروا قوانين يكونوا ملاح باش خطوة اخرى بريميرمون النساء اللي يقعدوا عندهم الطفل ما يطيشوش يخشتوا غير كل نهار كل نهار نسمعوا في كل ولايه نلقاو لي بيبي يطيشوا ومن بعد واش يعرفوا هذو جماعه الدعشيين هذو نساء ورجال لا حول ولا قوة في لي كومونتير لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ويطيحوا في المرأة هذيك وراهي فيها وراهي فيها وراهي فيها يا ولدي توبوا لربي توبوا لربي هذه سي هذه هي الناتور المرأة تولد يا ناس تزوج ولا ما تزوجش المرأة تولد عندها دي رولاسيون مع واحد ولد وين البروبليم وين هو البروبليم وحنا محافظين وحنا ما نعرفوهاش انا نحترم الناس ما نهضرش برك لو كان نهضر نقلب الدنيا نقول لكم الحق هاد الناس هذه نتاع حنا محترمين وحنايا محافظين ومع نسكت خير نسكت خير ما نجاوبش الناس هذو خير باسكو لو كان نجاوب راح على بالي بلي راح نفز لا فيديو دونك سي با لا بان نهضر انا نحترم الناس كل نحترم الناس كل على كل حال بصح خليونا من التمسخير هذا خليونا من التمسخير هذا ها دونك نقول ان شاء الله كيفاش الدوله الناس اللي مسؤولين على الدوله يلقاو حل لهذا المشكل هذا وراهو شوفوا يا جماعه خليو يا اخي نقولوا لا يجوز يا اخي نقولوا يا سيدي روح معاكم بعيد انا يا سيدي ان شاء الله راهو هذا الشيء تحكي فيها انتم لا يجوز وهالمراه هذا وهالراجل هذا داروا كوارث وداروا يا سيدي معليش يا معليش انا بور موا ما دار والو انا سعلي انا ما دار والو حاجه ناتورال سيتو عندكم الناس هذو اللي كانوا عند ربي سبحانه وهبطوا عندنا وجاو يعرفوا الدين هيا نمشي معاهم انا قال اخويا لا يجوز خليهم بينهم بين ربي يا سيدي خليهم غدوة يروحوا عند ربي يتحاسبوا علاه تحاسبوهم انتوما هنا في الدنيا قبل ما يروحوا من الاخر علاه بوركوا بعدكم ربي قال لكم روحوا حاسبوهم انتوما وهنا يجب لي اقرا القران علاه القران رب العالمين بعثه لك في اونفلوب قال مسيو ما على بالي شكون هاي بعثوا لكم رب العالمين في بريه قال لك انت هو المسؤول على القران قال لك ربي راك انت مسؤول على الناس هذو يا كيما انت كيما انا كيما الناس كل كيما هذو جماعه اصحاب اللحي هذو واش هو العقليات برك العقليات برك هل اصحاب اللحي هذو جماعه هذو اللي يدعوا بالاسلام العقليات نتاعهم مسوديه لحولهم فيها حوايج يعني ما يصلحوش واش نداولهم مرخوخ ما عادش يخمو خلاص ما عادش يخمم مادام السيد المرأة تقول له يا ولدي راني جبت طفل بيبي وراني ربيت وانا راجلي واليوم راهو باباه وراني انا مو هو يقولها لا يجوز لا يجوز يا مرأة خليه ما لا تنفردي به يا اخي حلال
يا اخي حالة يا اخي حالة يا اخي. ولا وحدة هذوك النهارات تبعث له يا سيد الشيخ عندي في عمر ولدي في عمره 16 سنة، يجوز يسلم على مرت خاله ولا لا يجوز؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وهو إذا بلغ لا ي... سمعوني ولا سمعوني. والله هاد عشيين هادو والله، مع والله غير عندك الحق انت يا ذوك النهارات امال كي قالت لي منين جاو الناس هادو، والله غير عندها الحق. يا جماعه عيب عليكم يا ولدي، انتوما ما تفرقوش بين التسلام نتاع نتاع الاخوه والتسلام نتاع حاجه اخرى، ما تفرقوش ولا كيفاش؟ هذا حيوانات انتوما اللي كنتو ولا كيفاش؟ سمحوا لي بهالعباره هذه يا ناس. كيفاه نسلم انا على جارتي ولا نسلم على اختي ولا نسلم على ما ولا نسلم لي جوز؟ كيفاش وكيف كيف كيما نسلم على ما كيما نسلم على جارتي كيما نسلم على لا لا ينامي تخدم معايا؟ وين هو البروبليم؟ وين هو البروبليم برك؟ وين هو وين هو وين هو المشكل؟ تشوفوا تروحوا للحاجه اللي ماهيش من الحاجه الاخرى، خلاص مين حاجه قد حاجه اخرى وهذه حاجه اخرى. واحد يتلقى اخوه يسلم عليه واش المشكل؟ يتلقى جارو جارتو حبيبو وشي هو يعني سي كوا يعني كلاها ولا يا العقليات يا ناس، راهو لا مونطاليتي. لازمكم تزيدوا تخدموا شويه باش لا مونطاليتي نتاعكم هذو ما عباليش انا قيسوها، لا مونطاليتي اضربوا شويه المخ نتاعكم كيما هكا يتحرك المخ نتاعكم جامد. ما تفرقوش بين لا ميتي وبين الانسان وشي هو يعني سي كوا. واش صرا واحد يسلم على زميلته ولا في العمل ولا تقرا معاه ولا واش تطيح السماء على الارض ولا تطيح على السماء؟ وهذا السلام تاع اخوه، هذا السلام تاع اخوه ما فيها حتى حاجه. خالو مرت خالو مرت خالو يقولها امراه ولدك 16 سنه يسمى اذا بلغ ونعرفوا شي هو لا يجوز. شي ابن عمي منين جبت العقليه نتاعك يا شيخ انت؟ والله العظيم منين جبت العقليه نتاعك هذه كيما قال واحد المصدكه هذه اللي ما نعرف واش نكون نحلوا في عقليتك ما نعرف واش نلقاو فيها؟ كيف لا يجوز هذا؟ كيف لا يجوز؟ واش دار واش دار؟ واحد يسلم على واحد لا يجوز؟ يا السلام نتاع الاخوه يا ناس عيب عليكم. نسلم على اختي ولا نسلم على جارتي ولا معايا امي تخدم معايا انا بور موا سي ما عنديش فرق. عندك اذا مخك انت فيه حشاك من الزبل وتخمم حاجه اخرى هذيك ما على باليش، هذيك ما على باليش. انا نسلم على واحد نورمال ما عنديش حق ما اون ديريك اختي ولا واش يقولوا ان جون في تخدم معايا ولا بور موا ماشي لا ميم شوز، ما عندي حتى اريير بونسي. مي نتوما لي زاير بونسي نتاعكم هما اللي خلاوكم تتكلموا هذا الشيء. هذا مش هذا هو الموضوع نتاعنا، هو الموضوع نتاعنا هو لا ميغ سيليباتير. راهو لازمكم يا الناس المسؤولين نتاع الدوله الفو غوفيغ لي لوا نتاعكم، لازم تخليو عليكم التبزنيس بالدين، لازم تسمحوا للناس يديروا مرا سيليباتير، تسمحوا لها ماهوش انديلي ماهوش حاجه دارت حاجه. يا خويا المرا الزوج عندها طفل تروح تديكلاريه، تروح ديريكتومون كيف اسمو لاميري، ما دير لها لا شعبان لا ما تسمحها لا لابوليس لا لهم يحزنون. علاش تسمح اخويا انت سرقت ولا انا مانيش؟ اسمحوا لي يا جماعه نقلق ولا ساعات والله غير نقلق. لا يا خويا تسمح شنو بروسي فيربال؟ واش دارت المراه هذه؟ انتوما دخلتوا في انتوما اللي تمثلوا ربي سبحانه عز وجل، ربي سبحانه عز وجل لو كان حب المراه هذه ما تولدش ما تولدش وخلاها ربي سبحانه ولدت نورمال. علاه جيتوا تشوهوا لها صورتها وراي بنت فلان وراي جابت؟ والله غير ما مانيش فاهم عليكم انا، والله غير مانيش فاهم عليكم انا، مانيش فاهم. هذه هي الناس انو غيان كومبخي، انو حتى في لا ريليجيون انو غيان كومبخي، ما كاين والو. لازم يشوهوا المراه هذه، لازم يديروا لها ليتيكات، لازم يشوهوا لا فامي هذه، لازم يا خويا المراه ولدت تروح كيف اسمه هي ورا السيد هذا اللي ولدت منه تروح تسوي الرعيه نتاعها نورمال. وين البروبليم يا سيدي؟ يا ما قلناش الله ما عطاه؟ يا نقولوا درك يا سيدي الله ما عطاه يا خويا، يا فين لما دير المراه وروحها خويا. السيد قال لك لا لا اخويا لا لا تربح روح تربح على روحك، خلي عليك الطفل خلي عليك المراه وروح تربح على روحك. قال سيدو روح تروح المراه كيف اسمه ديكلاريها في لاميري يديروا له الكريت فامي باسم امو، وامو تديه كيما قال واحد او كونترير يعاونوها تجي تجيها لاسيستون سوسيال وتعاونها. هذا واش لازم نديروا باش ما نضلوش نشوفوا لي كريم اللي طيشوا لبرا هذو الاولاد يطيشوا لبرا والنساء مساكن هاربات، مراه تهرب كيما باباها في عقابها خيانها في عقابها راح ياكلوها. خليكم من
العقليات هذه الفاسده، هذه عقليات نتاع بكري خلاص يرحم والديكم. الوغ ما نطولش عليكم بزاف، نقول لكم نقيم بيل هنا بتاتر، من بعد ان شاء الله نرجع لكم سي سيور، نرجع لكم باسكو كان فيها شويه تحركات في السياسه. ان شاء الله هنا نرجع لكم من بعد ان شاء الله، نقول لكم نقيم بيل هنا اتوت الوغ. الي نخليكم مع، انا كنت نهضر والسيد يقول لي ما نعرف واش يقول، ايا نعاودوا نروحوا نسمعوا. ايه شكون يقدر ليك يحول ما شوف واش يدير الحب اسمها في دراعي وش ما رايح طايح قلب رب شكون يقدر ليك يحول ما شوف واش يدير الحب
شنو يحكي